السيد ما بيه ما عليه حتى خرج ليه رمو. واش الرموك يعني كان غادي لاكادير؟ كان غادي لاكادير، هذاك السيد كان شاد تريكل تيزني، الرموك خرج لعندي ليه، وجار مع واحد مول الداسيا. ذاك مول الداسيا بعدا راه، ذاك مول الداسيا بعدا راه حفظ الله. هذاك السيد راه مات الله يرحمه، الله يصبر عائلته. واش واحد يعني واحد اللي مات؟ واحد اللي مات. مول الرونج. مول الرونج هو اللي توفى مسكين الله يرحمه. ربما يعني شفنا المشهد ديال الطوموبيلات تعجنات. الطوموبيل صافي مشات ما فيها ما يتشاف. السيد راه جبدوه غير بالمقاس. شحال هما مضاربين معاه حتى جبدوه. باش يجبدوه. باش يجبدوه. ربما قوة يعني. قوة الاصطدام السرعة اخويا، الناس راه ما كيشوروش، الطريق راه طريق كبير راه ما كيشوروش. ديما الكسيد، الطريق معروفة بهكا، ديما كيوقعوا فيها الكسيد، خاص يشوفوا شي حل لهذا الشيء، يشوفوا يديروا شي طريق أخر بعدا ينقصوا هاد الكميوات ما بقاش يدوزوا من هنا. ديما هاد الكسيد دابا واحد اللي توفى فيه، مول الرموك حتى هو داتو لابيلانس ولكن ماشي زعما فيها شي جروح شوية. جروح خفيفة. جروح خفيفة. هادشي راه ما تنساش اخويا، راه انا كاع مازال كاع ما مغدي دابا والله، حضرت لذاك الشيء راه الماكله ما فينا من يدفيكس والله. طليت على ذاك السيد مسكين في الطوموبيل الله يرحمه، راه وبقى فينا مسكين بزاف، كان غادي قالوا لك عند والديه وتقدام مسكين الديسير، كان غادي عند والديه وصدق مات الشهيد مسكين، ما عليه ما بيه هو والو. تا خرج ليه الرموك قدامه. ديال الرموك هو اللي تسبب في هذا الشيء كامل. كانت حديثة خطيرة لأن الرموك كان غادي لجهة أكادير، والرونج جات من أكادير غادي لتيزنيت، لأن المعطيات الرموك وقيلا غلبو وطلع فوق التطوار ومور الرونج جا بسرعة ودخل فيه مور الرونج. يعني واش السائق ديال الشاحنة فقد السيطرة ربما على فقد السيطرة وخرج على التطوار ديال فوق الشاندي، ومور الرونج على حسب السرعة ما قدش يشد الفران ودخل في الرموك. داكشي اللي واحد السيارة والرموك يعني توفى صاحب السيارة. شنو ضمن نصيحة ديالك يعني؟ لا لأن السيارة عند، لأن نصيحة من يشوروا على رؤوسهم، لأن الحاجة لا في قدر لك الله غادي تمشي، عمرك تجري ولا تقول غادي نسباق ولا شي حاجة، شور السرعة محدودة، فين غادي كاع أنت بالسلامة بيطير كاع أنت، حدك فين كاع حدك فين حدك غادي تشور. قال لأن أصحاب السياقة شبي نقول لهم الله يهديكم وشوروا، حيت ماشي منظر مفجر يعني. حيت الانسان دابا كدير انت واحد الحديده من ان فاقد السيطره وكتخرج على هي الانسان، شحال كتعرض للاخطار ديال الانسان بزاف، شحال من واحد كتعرض ليه في يعني هذه البلاصه كيوقعوا فيها بزاف اكثر، شحال من واحد مات هنا، شحال من واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، ماشي عاد هذا اللي ماتوا في هذه الطريق هذا، شحال من واحد توفى مسكين في هذه الطريق هذه، لان هذا الشيء دابا كيفقد بنادم السيطره كيسوق وغادي وما عارف فين غادي هو، فهمتي هذا الشيء، لان الانسان اش كنقول ليه يشور فيما وصلوا الله غادي يوصل، عنده في اش بين نقول الله يهديهم وصافي، راه كل شيء كي بحال هذا الانسان دابا شو قدر ليه الله في موت، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، وكنقول للسياقين يشوروا على رؤوسهم ويشوروا على الناس تاهما، لان راه عندهم ولادهم، و الانسان الا بيسوق يسوق بالعقل ماشي بالتجوال، الانسان كيلقى قد السيطره ما ناعس مزيان. تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.